كان لي عظيم الشرف بالعمل مع مؤسسة ميشي دياك العالمية ميشي دياك فونديشن ألاك في ما يتعلق تطوير وتنمية مهاراتي الإعلامية بما في ذلك المقابلات التلفزيونية والإذاعية وكذلك البرامج الحواري. أنا إذا سعيد جدا أن أكون مع دكتور مي وزملاء آخرين خلال هذه المغامرة المميزة تمكنت منها كما قلت يعني تحسين مهاراتي المهنية هنا في هذا المنصب الجديد اللي عندي هنا في بيروت كناتج رسمي للاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.